السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. استعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي استهلت. مركز الملك حمد للتعايش يدشن إعلان البحرين بأمريكا الجنوبية. رئيس البرازيل يشيد بجهود الملك في توثيق العلاقات. وإلى صحيفة الوطن والتي لفتت. فعاليات: قطر مستمرة بممارسة الحيل الخبيثة ودعم الإرهاب العابر للحدود. ومن صحيفة البلاد والتي نقلت: حقام أمريكي لصحيفة البلاد، جلالة العاهل صنع مثالا للتعايش. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي بينت: مقترح نيابي بتخفيض رسوم الحكومة للشركات التي تزيد فيها البحرنة على 80%. بحارة لصحيفة أخبار الخليج: غدر البحر أهون علينا من الإرهاب القطري. إلى أخبار صحيفة الأيام، حيث نطالع منها أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في برازيليا دشن إعلان مملكة البحرين في أمريكا الجنوبية انطلاقا من جمهورية البرازيل الاتحادية. وبدوره أشاد الرئيس البرازيلي بجهود جلالة الملك المفدى أيده الله في نمو العلاقات بين البلدين، معلنا بتوجه حكومته لفتح سفارة لبلاده في المنامة. نقل صحيفة الأيام أن عددا من الصيادين البحرينيين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي ولانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان تحدثوا عن معاناتهم الشديدة في رحلة الاعتقال والمحاكمة التي قام بها الجانب القطري. نشرت صحيفة الأيام مقالا افتتاحيا لها بعنوان: الالتزام باتفاق الرياض سيكون كافيا. فإلى المقال. مسألة الأمن والاستقرار للبحرين لا مساومة عليها، فهي سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وحقوقهم. إن البحرين سوف تتصدى بكل الوسائل المشروعة للمحاولات القطرية للتدخل في شؤونها الداخلية، ولن تقبل المساس بحقوقها وحقوق مواطنيها من قبل قطر. إننا نرفض بشدة ما تقوم به قطر من استخدام القوة المسلحة لقطع أرزاق أكثر من 2000 من البحارة من المواطنين البحرينيين، والبحرين سوف تتخذ كل ما من شأنه الحفاظ على أرزاق المواطنين البحرينيين وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم. هل قطر على استعداد للتخلي عن كل الممارسات العدائية وكف أذاها عن البحرين وجيرانها؟ إذا كانت على استعداد، فلتعلن لنا وللعالم أجمع التزامها باتفاق الرياض، وهذا سيكون كافياً. الحملة الوطنية للتطعيم شجاعة قيادة ومسؤولية والتزام شعب عظيم، عنوان مقال للكاتب أسامة الماجد في صحيفة البلاد. فإلى سطور هذا المقال. إن تفضل سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومبادرته بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا له دلالة عظيمة على قوة القيادة والشجاعة والتراصي والتماسك مع شعبه في جميع الأوقات، فجلالته حفظه الله ورعاه قدوة ومثل الشعب الأعلى. توافد المواطنون والمقيمون بشكل كبير لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع بداية انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، ما عكس الوعي والمسؤولية والحرص على سلامتهم وسلامة الجميع، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في قدرة المملكة على الحد من انتشاره في المجتمع.
المواطن البحريني لديه القدرة الكبيرة على إحداث التغيير والنجاح وتخطي الصعاب، وبوعيه وعزيمته والشراكة الحميمية والتفاعل الاجتماعي وحسه الوطني العالي وتعاونه مع الجهات الرسمية. نتحول إلى صحيفة البلاد ونطالع منها أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وهيئة البحرين للثقافة والآثار احتفلتا باليوم العالمي للغة العربية، وذلك خلال ندوة أقيمت عن بعد قدمها الناقد والمفكر الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، حيث تناول الدكتور عدة مواضيع متعلقة بشعار اليوم العالمي للغة العربية هذا العام، وهو مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف. ومن الصفحة الرياضية لصحيفة البلاد نطالع أن اليوم ستنطلق منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي بإقامة لقاءين عند الساعة 6 مساء، يلعب الحالة مع الرفاع الشرقي على أستاذ الشيخ علي بن محمد آل خليفة، والرفاع مع النجمة على أستاذ مدينة خليفة الرياضية. إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أكد أن النتائج المشرفة في اختبار التيمز العالمية للرياضيات والعلوم التي أعلنتها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي تعتبر مؤشرا واضحا لتطور مستوى طلبة مملكة البحرين في هاتين المادتين. بيّن الصحيفة أخبار الخليج أن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح أكد أن الوكالة ستضع خطة متكاملة لتنفيذ مشروع لإنتاج الوطني للغذاء، والذي يهدف إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي. بقلم الدكتور أمجد أبو لوم نشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا له بعنوان التعليم المتميز وأهميته في التعليم، فإلى هذا المقال. يمكن تعريف التعليم المتميز بأنه نمط تعليمي يستخدم طرقا وأساليب متعددة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب على اختلاف قدراتهم وميولهم واهتماماتهم واحتياجاتهم، بهدف رفع مستواهم وتحقيق الحد الأقصى من الأهداف التعليمية. يحقق التعليم المتميز مجموعة من الأهداف، منها زيادة التحصيل الأكاديمي والعمل على تحقيق الأهداف التعليمية لكل طالب وجعل عملية التعلم أكثر سهولة، بالإضافة إلى الاستجابة لفروق الطلاب من حيث الاحتياجات التعليمية. يستطيع المعلم وضع أهداف متميزة للطلبة بحيث يكتفي بأهداف معرفية لبعض الطلاب وبأهداف تحليلية للبعض الآخر، ما يسهم في مراعاة الفروق الفردية بحسب مستوياتهم العقلية. ننتقل إلى صحيفة الوطن والتي بيّنت أن مملكة البحرين فازت بجائزة سمو الشيخ سالم العالي الصباح للمعلوماتية في دورتها 20 المقامة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك عن مشروع البوابة التعليمية تعلم لوزارة التربية والتعليم. نشر الصحيفة الوطن مقالا للدكتورة صفاء العلوي والذي حمل عنوان حضرة معالي اللغة العربية، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. لغة بها من الجمال ما يسحر، لغة بها من الإبداع ما يجعلها بحرا للبيان والبلاغة، لغة الأدب والعلم والسياسة، كان لها أثر كبير سواء كان مباشرا أو غير مباشر في العديد من اللغات، لغة العلوم والسلام. اللغة العربية هي صدى صوت الأم التي نطق بها القلب قبل اللسان. في 18 ديسمبر
يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية بعد أن أقرته اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في هذا الوقت من كل عام، وهو نفس اليوم الذي تم فيه اعتمادها من قبل الجمعية العامة لغة رسمية من ضمن 6 لغات. تحظى اليوم اللغة العربية باهتمام لافت من دول العالم، وذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية، مما يحتم علينا أن نعزز سبل تمكين اللغة العربية ونشرها عند الشباب والحث على تعليمها وتعلمها وتفعيل دورها. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة الوطن نطالع صورا لعدد من المواطنين والمقيمين وهم يقبلون على أخذ لقاح فيروس كورونا. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين.ph. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.